ماشي كل شيء في الحياة عنده مذاق زوين. شي مرة المرارة كتكون في قائمة المآسي الطويلة، وكتدفع بالإنسان وبنادم باش يغير الواقع ديالو بزز وبلا خاطرو. من طبيعة الحال كل واحد عنده جانب أو جوانب مظلمة في حياته. ناجيلا لوسون، هاد الكاتبة والطباخة والصحفية، انطلقت من الزيرو وخبوها وزير، ولكن شي ما كيعرف شي، كله ودراعو كيف ما كنقولو، باش تولي مليارديرة ديال بصح. كيفاش كانت رحلتها في الحياة حتى ولات لاباس عليها بالمزيان؟ عندها مسكينة فقط غير 15 مليون دولار. هاد السيدة هادي ناجيلا لوسون اعترفت لصحيفة ساندي تايمز، قالت لهم راه عندي جانب مظلم في حياتي، وكيعتقد بزاف ديال الناس انني قمت بطهي الطعام في كل شيء غادي يكون حلو وخفيف. في الواقع كان حبها للطهي والطبخ وشهرتها نتيجة للحزن الناتج ولا الناجم عن فقدان والدتها واختها وزوجها الاول ضحايا ديال مرض السرطان. لذلك كانت تكتب وكتبت كتوبة ديالتها عن وصفات الطعام والطهي بطريقة فيها بزاف ديال الإيحاءات الجنسية. عندها لمسة سرية في إعداد أطباقها وقدرات وقدرات تبيع 3 ديال الملايين نسخة من كتوبتها العشرة حوالي في العالم كله، وإنشاء مجموعة ديال الأدوات ديال الطبخ خاصة بها. عندها ذاك المزيج من الإثارة والروعة رغم أن عمرها 53 عام. كتقول أثناء اللعب بشعرها، فمي يسيل لا شيء مثل الفلفل الحار لامتصاص فائض ليلة واحدة. كما تقدم مزيجا من السكر والملح والزيت باعتباره مزيجا مثاليا من العناصر الثلاث، وليس من قبيل المصادفة أنهم يشيرون إلى عملها باسم غاستر بورنو أو إلهة اللذة، بمعنى طبخة عندها فعل إغواء وإثارة وشهوة. وكيفاش جات الفكرة؟ بالنسبة لناجيلا كان الأكل ميلاد وطريقة الاحتفال بالوجود، وهو نشاط علاجي عندها. طريقتها كتقول أنا أقبل الاستمرار في العيش حتى عندما لا أشعر بالرغبة في ذلك. السبب أنها عاشت حزن عميق وفقدان لطعم الحياة. عندما أخبروها أن أعظم موهبتها هي المغازلة أمام الكاميرات، جاوبته هي كالضحك أن الله بإعطاها أو منحها مؤخرة كبيرة وتمثال نصفي غزير، وكتبين كل شيء في الملابس الضيقة ديالها. الأب ديالها لينجل لوسون، أمها فانيسا سالمون، ورثت الأسرة اليهودية اللي أنشأت سلسلة متاجر ومطاعمات ليون كورنر هاوس، وهي الثانية بين 4 أطفال ولدوا وكل راسه يتضارب مع الحياة. كشفت في واحد المقابلة صحفية أنها اعتقدت والدتها انها مصابه بمرض التوحد، لانها كتبقى كتهضر مع راسها وكتدخل وتخرج في الهضره. ملي وصلت السن 14 سعت الى الاستقلاليه من خلال العمل ككاتبه مبيعات في المتاجر وكسربايه ونادله، عندما طلق الوالد ديالها مع الام ديالها، واستقرت كشابه ودخلت اوكسفورد حيث كتعلم اللغات الحديثه. تبعت ناجيلا خطى شقيقها الأكبر اللي كان رئيس تحرير صحيفة تيليغراف البريطانية، وبدأت في كتابة مراجعات الكتب وفي عمرها 23 عام، ولا عندها عمود ديال الطبخ في مجلة لو سبيكتور، كما أنها يعني كرست حياتها لقضايا المجتمع والجمال والموضة. قبل فترة طويلة كانت نائبة المحرر الأدبي في صحيفة ساندي تايمز، وفي ذاك الوقت التقت بالصحفي جون دايموند، ومنه ولد جوج ديال الاولاد هما كوزيما وبورنو، وشجعها باش تنشر كتابها الاول باش يوصل للجميع بعنوان بسيط كيفاش تاكل. في عام 2000 تم اصدار عملها الرائع كيف تكون الهة. حصل هذا العمل على جائزة الكتاب البريطاني المرموق، وعادة ما تمنح هذه الرواية هذه الجائزة للروايات، وكي يعني بزاف ديال الناس كيقولوا بان حصلت على هذه الروايه على هذه الجائزه تعزيه لان زوجها اصيب بسرطان الحلق وقطعوا ليه لسانه. معاناه زوجها اللي كان باغي يموت، وعندها غير شويه ديال الفلوس واستحاله العمل خارج المنزل، قررت باش تبدا في تسجيل برنامج في الطبخ خاص لها.
بعد أشهر قصيرة من وفاة زوجها الأول تزوجت بساتشي قطب، ولا رجل الإعلانات اللي تجاوز الثروة ديالته $200 مليون وبالزربة تفارقوا. هاد الكاتبة المسخوطة كانوا راها ثروة القرن 21 في مجال المواد الإباحية وعلاقتها بالطهي والطعام من خلال كتبها، بما في ذلك كتاب العيد ونيجيلا اكسبريس وكيف تكون إلها منزلية، وبلغت القيمة ديال الفلوس ديالها حوالي $15 مليون. لوسون عندها جوج ديال الأولاد بالغان من الزوج الأول وابنة واحدة من زوجها الملياردير الثاني اللي هو قطب الإعلانات تشارلز ساتشي، واللي انتهت العلاقة ديالتهم بالزربة في سنة 2013. كتقول لوسون لمجلة ماي ويكلي البريطانية: أنا مصممة على ألا يتمتع أطفالي بأي ضمان مالي. علاش؟ لأنه كيدمر عدم اضطرار الناس إلى كسب المال، بمعنى خص ولاده يخدموا على روسهم راه ما غاديش تعرفهم من هنا القدام، لأنها الثروة اللي دارت جابتها لراسها، ولأنها انطلقت من الزيرو باش توصل تولي لاباس عليها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.